ترقبت يا استاذه بهيجة. صحيح احنا ناس اشتراكيين لكن عندنا تكييف برضه. ايوه بالنسبه اللي قاله صديق العمر مستشار قانون الاستاذ فوزي اسحاق ماجستير في القانون وعاش مع وعشت معاه فتره العراق والله 85 يعني يمكن هو ذاكرته اقوى مني بكتير هو ما يصغرش عني غير سنه او سنه بس ذاكرته ان شاء الله يعني انا عن نفسي ناس الروايه اللي انا كتبتها هو فهم الشعر دي فيعني فكره ان ممكن يكون ده في اللاوعي يترتب عليه بعد السنين دي كلها ان يحصل زواج سايره من متى العجايب العجبان لكن هو اللي برضه في الكتاب هي ضحت من اجله كتير وهي رهنت روحها حياله حتى وهو غايب يعني هو الوحيد اللي كان في البلد اللي ما بينظرش لجسدها ما بينظرلهاش ابدا ومع ذلك اختزنت وهو جواها وظلت مخلصه ليه حتى في غيابه فبالتالي هو شاف ان حكايه تغيير الورق هو الامر تغيير ورق لكن ما في الروح في الروح واحتفظ بهذه الروح التي حفظتني وانا غايب ده كل ما في العمر يعني بالنسبه لاستاذنا مروان صبري فكره ان رجال الدين ما يعبروش عن الدين معلش اسمح لي فيها شويه مخاتله ويعني تزييف كبير للواقع لاني انا كابن هذا المجتمع وابن هذا الوطن واي حد بيتأذى من رجال الدين بيردوه فورا بالنصوص حتى حين اتي لك بالنصوص ستقول ان هذه النصوص لا تعبر عن الدين وكان عصير البرتقال لا يعبر عن البرتقال مثلا الفكره يعني مش فكره ان رجل الدين هو من عنده لا هو ابن نصوص معينه بيحاول يفرضها عليك ده بيفرضها ده بيفرضها بدرجه ده بيبقى متسامح فيها بدرجه ده فالفكره هنا فكره الدفاع عن رجال الدين دي طول الوقت صعبه وعدم الخلط بينهم وبين مش الدفاع عن رجال الدين ايوه عن الدين نفسه ما هي نفس هم حاملين هذه الرساله هو هياتي لك بالنصوص ستقول له انت لا تعبر عن الدين مش بالضبط ومش بالضروره مش بالضبط ومش بالضروره ايوه طيب تبقى روايه اخرى ساحي لك يبقى انت بتتكلم عن دين تاني غير موجود ساحي لك الايه 28 انا ساحي لك وهذا هاتنا بص يا سيدنا ابعد رجال الدين وساحي لك الايه 28 و29 من سوره التوبه وفسرها براحتك فقط سمع طيب فقط وابعد رجال الدين من المنظومه وتعامل سيادتك مع النص وجها طب بس عايزه بس يعني اخد تعليق انه بعيدا عن النص وانه سوره التوبه او غيرها هذه روايه اخرى يعني ممكن حضرتك تكتبها او انا اكتبها عن الدين ودفاعا عن الدين بس يعني يعني ده افتراض تماما عشان انا بعيدا عن الهجوم عليهم او معاهم بس هو احنا بنعتبر ان الجماعات الظلاميه زي ما قالت الدكتوره يعني مش لا يعبرون عن دين ولا يعبرون عن ولا عن انسانيه ولا عن اي شيء بالاصل يعني يعني اكله الاكباد والقلوب دول يعني انهي دين بيقول كده يعني دي خلاص والسطر خلاص نعم مش النقطه بس السطر كمان خلاص السطر كمان كل على بعضه طيب طيب هو انا قلت بس هيقرا حاجه اخيره انا حابه قوي اسمعها منه من اول هنا كده المنطقه دي لان في جذر الهويه المصريه مسلم مسيحي ملحد ايا كان طالما دي واحده بس يا يوسف قبل ما تقرا يعني انا في مصر اللي عاشوا فيها حتى من اعراق او من اصول مختلفه حقيقي يعني انا متصوره ان المنطقه دي
بتخصهم فيما يتعلق بأرض مصر. على مدى 16 عاما والعجوز سائرة أم مروان العجبان لا تفعل شيئا في يومها سوى الذهاب إلى غيطها بحوض السوينيا في الشتاء، لا تزرع سوى البرسيم وتوزعه على جيرانها وتقول خلوا البهائم تتغدى وتحلب حليب نظيف غز الصغار، وفي صيف بعونة تصعد أحد النخلات الثلاث التي لم تطلب سواها مهرا من زوجها مثل العجبان، وتأتي بأطايب البلع وتوزعه على الأطفال في درب الكنيسة قائلة لهم خذوا يا عيال ده بعتوكم عمكم مروان، وآخر النهار تمضي وحدها حتى تصل محطة القطار في أم تسعة، تظل جالسة تتطلع إلى الاتجاه البحري وعيناها مثبتتان على ضوء السيمافور، وما أن يتحول إلى النور الأخضر يتهلل قلبها ها هو القطار قادم، صوت نفيره يعلن دخوله المحطة، ومروان سينزل من باب العربة الثانية بعد الجراف. هكذا اعتادت استقباله، تتصاعد دقات قلبها كلما مرت عربات القطار هادئة أمامها، تتفحص الواقفين على الأبواب وهم يتأهبون للنزول، وحين ترى جنديا بزيه العسكري يتمشى أمامها تسرع خطواتها لملاقاته وتبادر باحتضانه، وهي تبكي وتمضغ وجهها في صدره، ترفع عينيها إلى وجهه وتقول اسم الله عليك يا حبيبي يا ابني، اوعى تخاف مني أنا بس بشم فيك ريحة الغالي، أنا قلت مصيرك هترجع علشان الكذابين يصدقوني. يحتضنها مساعد الكتيبة جيد بن وديع صديق العمر لمروان، ويقبل رأسها ويديها ويمضيان معا. أقسم جيد زملائي قبل أن تنتهي مدة تجنيده أنه سيجددها ويتقدم بأوراقه للاستمرار متطوعا كي يأتي بسأر مروان، وصرخ فيهم دمي مش هيروح حضر. ورغم تضرع أمه وأبيله في آخر أجازة وهما يحاولان إثناءه عن التطوع، أغرته أمه بالزواج من ابنة خالته أميرة التي أعشقها منذ الصغر، لكنه بكى في حضنها وقال كيف أفرح يما ومروان مش معايا. بكى والده وهو يستعطفه، طيب يا ابني انظر لحال ابوك، مين هيسندني ويقف معايا في الزرع، الحمل تقيل يا ولدي واخواتك لسه صغيرين. طوال الطريق كانت تحكي له كيف كذبوا عليها كل هذه السنين، مرة خبروني انا سايرة يا نور العين انهم من المفقودين، وناس قالوا لي يمكن عايش وسط البدو في الجبال، بعد ما العدا صابوه في الحرب إصابة خلته نسي روحه من فين، وأنا زعلانة منه بقول له برضو نسيت أمك يا مروان، صحيح يا كبدي كنت تايه ومش عارف أنت مين ولا مين. جيد يكتم دموع غياب صنوة روحه، تتحسر الكلمات في حلقه، تخرج بصعوبة من بين شفتيه، يا أمي يا سايرة كل عيالي كنت لازم تفرحي، مروان زمانه في الجنة متهني وفرحان، واحنا هناخد قطار وطرحة بايبنا المستشار وبيجهزولك مكان هناك كمان يا أمي. تصرخ المرأة في داخلها يا ويلي من حكاويكم اللي لا تودي ولا تجيب، يا مروان يا ابن أنا مربياك، ولو كنت زي ما بتقول وبيقولوا ما كنتش هتستنى كل ده، حتى تبقى عيبة كبيرة انك وتبعتلي مرسال ولا جواب وتاخدني عندك. أنا أشكرك جزيل الشكر لأنك ذكرت اسمي في الرواية. صلوا سيرة. شكرا لكم على الحضور الجميل والثراء اللي شكرا لك بجد يعني، وشكرا مبروك ليك يا ست الكل وتعب، ومستنيين بقى مستنيين الجزء الثالث ان شاء الله. شكرا شرفته.